chinip chop tom bong and the lay again the bang the gang the bang dang did it get it gang dang gang gang and then it dang 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 ولام يا سير انا كم مره قلت لك هذا المغضوب ما بينام على تختي ولك هذا بينام على الارض بدك تكسري كلمتي بكسر رقبتك فهمتي وانت ولا ولا انا كم مره قلت لك على تختي ما بتنام لك ما بقى غير انت تنام على تختي يا تخاخ ارسم على دفترك مستقيم الأعداد ومثل عليه العدد العشري المقابل لكل من الكسور العشرية الآتي اكتبوا 1/10 3/10 ولا ياسر انت مين اللي سمح لك تقعد قدام ما بتعرف انه محلك ورا مع الكسلانين بعرف انسي بعرف ولك تقبش قلبي شو مهذب واديب قوم قوم ارجع لورا بسرعه قوم تضرب شو اجدب اصلا مالي عرفانه كيف اهلك مخلينك بالمدرسه لهلا بسرعه 7/10 الله يعطيك العافيه بكره ما عندنا شغل بكره بروح سيران بعدين بدك الصبح الساعه 8 تكون هون بالمحل وجايب اغراض السيران خضره شويه فواكه ترمس المي كاسات شاي لبري سكاكين مفهوم تمر معلم الله معكم معلم ومشان لحمه لا تخاف انا مأمن لحمه والله يرضى عليك يعطيك العافيه الله يرضى عليك ياسر تمر معلم تعالوا هنا قرب هذا شوف خلص شغل بايديك دايما كم دولار ليش بقى شوف لقلك بكرة الساعة 8 إلا ربع بتروح لعند أبو خالد اللحام وبتقول له بسلم عليك معلمي أعطيني اللحمات بتجيب اللحمات وتحطهم بالسيارة وتيجي على شغلك مفهوم؟ مفهوم راح تاخذوني معكم معلم؟ فوت شغلها فوت يا قطاع عمرك والله راح يجنني قدروا على نحلة هذا يا ابني يا ياسير أنا بعرف أنك عشت حياة كلها مضمطة مضمطة مع هذا وكله ما زعزع إيمانك بالله ولا لحظة واحدة وضليت محافظ على أخلاقك وعلى بزانتك الحمد لله لهيك أنا شايف أنه صار بقى لازم تأخذ مكافأتك أنا قربت أني جوزك بنتي رانيا علو عسها اتنسيك الايام المره يلي كنت عايشه ها ايه شباب ابن عمها وبحياتك ما طلعت منك العيبه توكل على الله وخلينا نقرا الفاتحه لك ابني يلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين ورب الضالين امين مبروك رانيا يا بنتي جيبي الضيافه وتعي سلمي على ابن عميك بعد بنت عمك
اثبت سندي. والانزالات اللي شرناها بالصحف شو هيقول عنها؟ هات ابو متحد لك شو هاد؟ انا طالع من الصف الرابع لا بعرف اقرا ولا اكتب، بعدين من كتر الشغل ما اتفرج على التلفزيون انا اليوم. ولاد بعد مرتك بعد مرتك نازل يوجع بعد مرتك بعد مرتك بعد مرتك. انت سمعتي هالشيء؟ لك والله ما سمعت ولا شيء، طعامر كله كان مال حرام كيف سويت هيك؟ لك انا شو ذنبي اذا انت مقاطع العالم؟ نحن نشرنا انزالات. الله لا يوفقك بجاه النبي. ولك هاي فيها جريمة. لك أي جريمة صار على حماتك تركي خلاص. والله بخرب بيتك خلاص. لك ريفو خلاص. لك جريمة بخرب. صوتك. أبو مدحت. هد. الله لا يوفقكم. لك كنت تقولوا إنه بده يمر من هون. الله لا يوفقكم بجاه النبي. أبو مدحت. هد.
مطعميكم احلى نقفه دين اكل التبوله بتاكلوها بحياتكم. هلا بتشوفوا صيد العصاري يا سمك يا بني تلعب بالميه لعبك يعجبني حسنية يلعب بالميه لعبك يعجبني يا ولد يا شاكر ترينيني ترينيني صيد العصاري يا سمك يا بني تلعب بالميه. لك وين حطت البرغلات؟ حاجة تدور منيح. أنا عازمة اليوم رفيقتي سنة على التبولة وانت بتعرفها مأنزع خير الله. ايه وشو اعمل لك يا بي؟ وين حطيت البرغلات؟ بالغسالة. سيك يا بي هاي البرغلات. فيسلم. مين اخر مرة راح على البسكلي؟ يعني مين اخر مرة راح على البسكلي؟ انا ليش عم تسأل؟ نفخت الدولاب وراني؟ لا والله نفخ الطريق. يا بي انا رايح على التواليت، بدك شي؟ شو بدك تجيب لي لك يا بي؟ لازم تعرف انه طالما انت واختك موجودين معي ما بدي شي. الله معك. ليكو سيدي هذا هو مفرد اغراضه واخذ راحته كمان. لك هي انت اللي عم تفرم بعدونس. لك شو مفكر الدنيا سايبه؟ لك شو مفكر ما في حكومه؟ فرد اغراضك بالطول وبالعرض. يا سيدي بدي افردهم بالطول وبالعرض ولا فوق ولا تحت، شو بدك تعمل يعني؟ لك شو بدي اعمل؟ الله وكيلك يا سيدي، اخذت المراه اخذتها سيران نص نهار، ما لي نص نهار غايب، رجعت لقيت الارنه كلها طايره. بالله ليش الارنه مطوبه باسمها؟ لك انا مطوبه باسمك ولا؟ شو اسمي ما اسمي؟ لا يا سيدي مو مطوبه باسمي، لك مطوبه باسمه. انت مين سمح لك تقعد هون؟ هو مين سمح له يا سيدي؟ يا سيدي بدي احكي اياه، ليش هو ايه ونحن لا؟ شوفها لا تتطول ها قصها مثل ما عم افهمك، قصها تتطول علينا. لك شو بك انت مجنون؟ فوتتنا القصة الأول ما لآخر. أخي هاي الألفين ليرة تبعك الله غناني عن هالواسطة، ما بدي منك شيء. خلاص طول بالك طول بالك. شو طول بالي؟ معناتها بدك تهدي وتروق أعصابك وما تتدخل، ما بتحكي ولا كلمة. خلاص بأمرك خليك هون. لا أنت ما بتعرف إنه بيع البقدونس بدون ترخيص ممنوع وجايب لي أدوات حادة؟ لك شايفة هاي بإيدها فيها ست شهور سجن، هذا عنك لحالك. فكيف إذا جايب معك عمال؟ اسمع انت عم تسيء للمرافق العامه وعم تضر الاقتصاد الوطني. معك 10 دقائق بدك تخلي كل شيء من هون، اذا برجع بعد 10 دقائق وبلاقيك هون بدي اخذك بجريمه اقتصاديه. فهمت؟ 10 قوم ابوك شايف امك بالمنام. حسنية احكي بابا شو شايف؟ خير شوفي يلا نطفت لنا قلبنا بابا احكي. شفت امك بالمنام ماشي بهالصحراء وانا لاحقها، هي تركض وانا لاحقها لابسة ابيض بابيض. بعدين هيك فجأة فاتت على غرفة تلحقتها، فتلة جوا ما لقيتها، بلش من السقف يهر علي ليرات ذهب وعصمليات ومجيدي، وبلش يهر علي ياقوت وذهب، بلشوا يهروا كتير كتير كتير، وصلوا لهون، بعدين بلشوا ينزلوا لهون، بعدين بلشوا ينزلوا أكتر هيك غطوا ركبي، بعدين الذهب والياقوت أكتر لتحت 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 لتحت. ايه أخي الله يرضى عليك، اليوم ما بدي اياك تسود لي وجهي مثل امبارح. شفت ابو الفدا بهدلنا بهدله الى اول ما الى اخر، ومنيح لنقضيت على هيك. الله معك يا معلم، بس بده اياه يقطع اكثر من 400 شجره بيوم واحد، والله الله ما قالها. هلا بلا لا تحكي، ضاع النهار وما قطعنا ولا شجره. يلا امرك معلم.
كان هون؟ ايه؟ ما كنتوا معكم خبر انه هي منطقة نفايات كيماوية؟ ولي؟ ولك شغل شغل قبل ما يعدينا شغل ولي عليكم.